الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فرآه على حصير نائما على حصير ورأسه الشريف على وسادة، الحصير من خوص والوسادة من ليف النخل، وقد أثر الحصير في جسمه الشريف لخشونته. مضمون الحديث الشريف طبعا. وأثر الليف لخشونته على وجهه الكريم، فقال: يا رسول الله، الأموال الكثيرة بيدكم أنتم وهكذا تعيشون. أجابه النبي صلى الله عليه وآله، قال: ما لي وللدنيا، ومثل للدنيا بمسافر يقضي الطريق ليصل إلى مكان هدفه، مكان خاص، مدينة، قرية، وفي الطريق كان مرهق، كان متعب، والشمس تشرق وحرارة الشمس، فرأى نخلة تحت هذه النخلة ظل، استراح في هذا الظل عن حرارة الشمس. فلما فاء الظل انتقل، قام وذهب، مثل للدنيا بهذا الظل الذي هو ظل شجرة، مو ظل كامل، لأن حرارة الشمس من خلل وفرج الأوراق، أوراق الشجر تدخل ولكن أخف، ثم بعد فترة قليلة هذا الظل ينتهي، يفيء، هذا بمقدار فد استراحة مختصرة. الدنيا، كل الدنيا مثل لها رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا المقدار من الظل. مسألة الزهد مسألة حقيقية، مسألة واقعية. إذا الإنسان عرف الدنيا بأي مقدار كان من المعرفة للدنيا، يعني إذا الإنسان يحسب نسبة المعيشة في الدنيا مع نسبة المعيشة في الآخرة، المؤمنون الذين كانوا في زمن
نبي الله نوح على نبينا وآله عليه السلام. الآن كم يمضي على كونهم في الآخرة، كونهم في البرزخ؟ في بعض التواريخ مكتوب 7000 سنة تقريبا، ولكن مو معلوم هذا، لعله أكثر، بل ربما يمكن استفادة أن الفترة بين نوح وبيننا أكثر بكثير من قوله تعالى للفترة بين نوح وإبراهيم على نبينا وآله عليهم السلام، بقوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا. تعبير القرآن الكريم بكثير مو سنوات كثيرة، قرون كثيرة، وقرونا بين ذلك كثيرة. على كل فترة طويلة المؤمنون في زمن نوح اللي كانوا مؤمنين، هسه غيرهم الحديث ليس عنهم الآن، كم يقضون في البرزخ؟ ثم وإلى يوم القيامة بعد كم؟ ثم وإلى نفخ الصور كم؟ وبعد نفخ الصور كم المدة إلى يوم القيامة؟ الإنسان إذا يلاحظ الأحاديث الشريفة اللي ذكرت شيء كإشارة إلى هذه الفترات، الإنسان يرى أنه فترة طويلة جدا وجدا وجدا. ثم يوم القيامة وحده القرآن الكريم يقول عنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الإنسان الشخص اللي يعيش الآن وعمره 50 سنة، هذا شقد شايف مشكلات، شقد شايف أفراح، شقد شايف أتراح، فات 50 سنة. إذا صار عمره 100 سنة 2 من 50 سنة، فات 50,000 سنة، هذا يوم واحد. لعله يعني الإنسان إذا فشخص عمره 20 سنة 50 سنة أكثر أقل، هذه السنوات تألفت مما 50 سنة تألفت من سنوات، وكل سنة تألفت من أشهر، وكل شهر من أيام، وكل يوم من 24 ساعة، وكل ساعة من 60 دقيقة، وكل دقيقة من 60 ثانية. كم ثانية يصير 50 سنة 20 سنة 30 سنة 70 سنة؟ هذه الثواني اجتمعت فصارت 50 سنة أكثر أقل. إذا الإنسان ينسب الآخرة إلى الدنيا بمثل عمر 50 سنة إلى ثانية واحدة، لعله البون أبعد من ذلك أكثر من ذلك. هسه شخص لا يعصي الله، يطيع الله سبحانه وتعالى، يأكل الحرام حلال، يلبس الحلال، يتكلم الحلال، لا يصنع حرام، أما إتلاف للعمر فيما يحاسب عليه، لا يعاقب، وقفوهم إنهم مسؤولون. في الأحاديث العديدة بتعبيرات مختلفة أول ما يسأل الإنسان، ويظهر من بعض الأحاديث أنه عند موت الإنسان وهو على فراشه
سواء بالمستشفى أو بالبيت. أول ما يسأل عن عمره فيما أفناه، لنفرض حرام هم ما سوى، أما كان يسوى أنه يستفيد من الحلال الذي هو أقل فائدة أو أكثر حسابا، يأكل اللذيذ مع أنه يمكن أن يأكل الذي هو أقل لذة مع حفظ الموازين المتزاحمة. يعني مفيد لقوته لبدنه لما يجب عليه لما يستحب له من القيام به من الوظائف الشرعية الواجبة والمستحبة. ماكو فرق يأكل هذا الأكل اللي ثمنها كذا أو يأكل الأكل اللي ثمنها ضعف هذا الثمن. إذا مثقال ذرة حساب، هذا كله يدخل في ذلك. المسألة الآن ليس بحث الحرام، لا بحث الحلال. بعض العلماء كان يمثل بهذا المثال، يقول إذا شخص دعا شخص بأن يكون ضيفا له، يأخذه في سفرة إلى الحج أو إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أو إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه أو إلى النجف الأشرف أمير المؤمنين سيد العتنة صلوات الله وسلامه عليه، يقول له أنت ساعة بالطائرة مثلا، ساعة ساعتين بالطائرة، وأنطيك وجبة أكل لها في هذه الساعة والساعتين، وهناك في السفر سنة كاملة أنت ضيف لي، في السنة الكاملة كل يوم 3 وجبات طعام أعطيك، فطور غداء عشاء، وأخيرك بين هذه الوجبة في الطائرة الوجبة الواحدة وبين أكثر من 1000 وجبة سنة واحدة، أكثر من 1000 وجبة باستثناء شهر رمضان اللي عادة وجبتان كل يوم، أما في غير شهر رمضان 3 وجبات يعطي. قال أنت اختار هذه الوجبة الواحدة في الطائرة، إذا حبيت أعطيك ألذ ما تريد من الطعام والشربات اللذيذ والفواكه والحلويات، ولكن خلال سنة أكثر من 1000 وجبة خبز يابس وماء فقط، أو بالعكس هالوجبة الواحدة في الطائرة اقتنع بالخبز اليابس والماء، ولكن طول السنة هناك أكثر من 1000 وجبة كلما تشتهي أخلي تحت إرادتك من طعام لذيذ، من شراب لذيذ، من فواكه، من حلويات، من أي نوع مما تشتهي. لو خير أي عاقل يختار هذه الوجبة الواحدة مقابل أكثر من 1000 وجبة، ويقينا وقطعا ومسلما النسبة بين الدنيا إذا كانت 100 سنة 120 سنة فلنفرض 150 سنة والآخر اللي ملايين السنوات، القرآن الكريم يقول هم فيها خالدون، لنفرض أنه متقي و لا لم يصنع الحرام في الدنيا أو هو من أهل الجنة، أما درجة
مو كلش رفيع في الجنة وفي البرزخ وفي يوم القيامة. الزهد هو الأصل. إذا الإنسان شوية يتأمل، طبعا الزهد في مورده وبمقداره، يعني على حسب ما يذكر الفقهاء رضوان الله عليهم، كل هذه المسائل باعتبار المزاحمات اللي يتعرض الإنسان لتلك المزاحمات غالبا أو دائما، كل واحد من أحيانا يكون يعني تكون هناك الأحكام الخمسة بالنسبة إلى بمناسبة المزاحمات اللي يتعرض الإنسان لتلك المزاحمات بالإصطلاح العلمي. يعني قد يكون الزهد واجبا، قد يكون الزهد حراما، قد يكون الزهد مستحبا، قد يكون الزهد مكروها، قد يكون الزهد مباحا. ولكن في المكان اللي الزهد لنفرض مستحب بالمقدار المستحب، الإنسان يتزهد حتى يتمرض، هذا مو صحيح. يتزهد في مقابله ضيفه حتى الضيف يخجل هم يأكل، هذا مو صحيح. يعني واحد يعني يتقيد بالأوامر الشرعية. فالشخص كان يقول لي وكان رجل متدين خير، يقول أنا ما دامت أمي كانت حاضرة، هو كان يعيش مع أمه، يوم واحد ما صمت مستحب، مع شوقي الكثير بالصوم المستحب، لأن أمه كانت مريضة ما كانت الصوم، صوم الواجب كانت الصوم، كان عندي شوق كثير بالصوم المستحب في أيام رجب، في أيام شعبان، في مناسبات مختلفة، الفضائل كثيرة أكل الصوم. لكن يقول إذا كنت أصوم أمي ما كانت تنهاني، أيضا كانت متدينة، بس كنت أشعر أنه من أنا أقعد وياه، هو كان يعيش مع أمه في فترة، من أمي تأكل غدا وحدها ما تأكل هني مو بانبساط. فأنا أفضل انبساط أمي على الصوم. حقيقة شفت هذا عالم، هذا عالم، هذا علم، لأن هذا أرجح من الأدلة الشرعية يستفاد ذلك، مع مراعاة المزاحمات المختلفة. أما الأصل هو الزهد في الأكل، في اللباس، في كل ما الإنسان يلتذ ويشتهي شهوة غريزية أو شهوة نفسية، حب الظهور، حب العظمة، حب الكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لذلك بهذا الفيش. هذا الفيش شنو نسبته؟ هذا الفيش أفرض ساعة أكثر أقل، مو هواية أكثر، ظل شجرة. الإنسان المؤمن والإنسان المؤمنة الأصل في جميع أموره الخط العام الزهد، إلا إذا كان هناك مزاحم أهم، وهذا بحاجة إلى معرفة أحكام الدين، أحكام الشريعة، ومعرفة دقيقة لفهم المزاحمات. وأحيانا الشخص هو فقيه يستطيع أن يميز هذه المزاحمات غالبا، وإن كان هو أحيانا يشك في أنه هذا أرجح وهذا أرجح، هذا جهة ترجيحك وهذا جهة ترجيح. وإذا مو فقيه يسأل بالمقدار اللي آتاه الله سبحانه وتعالى من الفهم. ولذا حقيقة الدنيا لا تسوى ما عنوانه الدنيا، يعني الإنسان للذته لتلذذه يكون
لا أنه إذا كان طلبا للآخر، هذا اللي يتغدى وما يصوم مع أمه، لأن لنشاط أمه لفرح أمه هذا طلب الآخر، هذا ترك الصوم فضيلة في مثل هذا الشخص. الزهد هو في ترك الصوم وفي أن يأكل وإن كان يلتذ بالأكل. الإنسان يعزم على أن يكون زاهد حسب المقدار اللي يوفق. إذا لم يعزم تخربط وضع، يتخربط الدنيا، تتخربط عليه، الآخرة أسوأ تكون. أما إذا عزم يوفق بعض الشيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للزهد في ملذات الدنيا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.